تعالوا نتكلم عن سيرم الهيالورونيك اسيد من درماتيك. اول حاجه بس درماتيك منتج مصري، صناعه مصريه، مش مقاطعه زي منتجات كتير جدا قطعناها. انا بحاول اعمل لكم زوم عشان تشوفوا ان هو مكتوب اهو ميدن اي درماتيك، زي ما اتفقنا صناعه مصريه، بديل رخيص او بديل كويس جدا واحسن كتير من منتجات مقاطعه او منتجات مستورده. نشوف السيرم مكتوب عليه ايه. اول حاجه السيرم مكتوب عليه ان هو فيه حمض الهيالورونيك اسيد اللي فيه فيتامين بي 5 مهمة جدا لتفتيح البشرة، وكمان السيرم ده بينفع لكل انواع البشرة زي ما انتوا شايفين كده مكتوب عليه لكل انواع البشرة، سواء بقى بشرة دهنية او بشرة جافة او بشرة مختلطة. لو انتوا بشرتكم دهنية فعادي جدا، هو ما بيسيبش اي اثر دهني خالص على البشرة، ما بيزيتش البشرة خالص. اما لو احنا بشرتنا جافة فاحنا هنحتاج معاه مرطب عشان خاطر هو مش مرطب، السيرم مش بيبقى مرطب يا جماعة، اي سيرم مش مرطب، السيرم بس هو بيشد البشرة، بيقلل من ظهور التجاعيد، لكن هو مش بيرطب البشرة معانا. مكتوب عليه ان هو يمنح ويعيد للبشرة كثافتها وترطيبها. بنستخدم منه كمية قليلة جدا، بس واحدة، انا بستخدم حوالي بمبتين منه يوميا، بستخدمه بالليل او الصبح، لكن انا بالنسبة لي الهاليرونيك اسيد بستخدمه بس مرة الصبح. هو مكتوب هنا يستخدم مرة واحدة يوميا صباحا ومساءا، لكن انا عن نفسي بحب استخدم الهيالورونيك اسيد الصبح، مش بستخدمه بالليل. بندلك طبعا بيه البشره برفق جدا بصوابعنا كمان. بعد كده ممكن بنحط بعد 3 او 4 دقائق بنحط مرطب على البشره عشان خاطر البشره تفضل معانا رطبه وناعمه. كمان بنبعده خالص عن اماكن العين زي ما انتوا شايفين كده. ده سيرم الهيالورونيك اسيد بيقعد معانا فتره طويله جدا، بيفتح البشره، كمان فيه فيتامين بي 5. عايز اقول لكم ما بقتش استغنى عنه خالص من ساعه ما جبته، سعره كويس، سعره حوالي 200 جنيه، بيقعد معايا فتره طويله بجد بجد بجد، ما بقتش بستغنى عنه، بستخدمه مره واحده بس الصبح، ما بقتش بستخدمه بالليل، بستخدم الفيتامين سي بتاع درماتيك بس بالليل. بس زي ما بقول لكم كده، درماتيك هو بديل كويس جدا لاي منتجات مقاطعه او اي منتجات مستورده، صناعه مصريه، جودته تحفه بجد، مش تقدروا تستغنوا عنه، كمان سعره كويس. فجربوه قولوا لي رايكم ايه، واللي جربه او جرب حاجه من درماتيك يبعت لي ويقول لي رايه فيها ايه. بس كده، ده كان فيديو النهارده، وسلام.